هاي شنو هاي؟ الدقيقة. هذا علي يقول دجاجة. دجاجة بالتفاح. دجاجة بالتفاح. هاي الدجاجة بديش تشوفوها. هاي ماما مسوية كل التفاصيل. أنا طبعاً ما صورت لكم إياها اليوم، كنت مشغولة، فتلقون تفاصيل الطبخة هاي على الفيسبوك. اسم الصفحة مالتها يوميات خالة مسجاد. نحب نسرق، بس احنا ما نسرق هيك، نسرق علني. قلنا لها راح نسرق منك، قالت طلعوا شو تريدون خلوا بالنص. لا خطيه. نطلع مقدوسات براي، شوفي المقدوسات. طلع طلع السمينة، طلع السمينة مال برا. قسمت حق. اي قسمت حق. ما ناخذ خطيه. لا لا خطيه. لا قسمت حق خطيه. شوف هاي المقدوسات الجميله السرقه. وهاي السفره، واهم شيء الريحان. يا سلام على الريحان. هاي الزلاطه سوتها رودينا. نسى شنو؟ ورا احنا واقفين. اي واقفين يمين المحلات. طبعا الحلو ان انا وقت بعد الفطور الكل يطلع، بحيث الشوارع كلها فول والمحلات مفتحه والاجواء كلش حلوه. فاكو محل هنا هم يبيع جناط واحذيه. شو هاي الوان؟ هاي جزدان مال فلوس كلش حلو. اكو احذية وجنط هنا. ها شوف شوف بس كذا راح هذا المحل. شنو هذا المحل؟ رادينا شافت هذا الفستان وعجبها. وصلي اول شيء شفته هو هذا البنطلون. جميله والله صوري. بنطلون يخبل من جوا مفتوح، وهذا قمت عليه الستايل. بس لا من قدام مو حلو؟ يعني من قدام اوكي. بس من ورا القياطين. ما تحبين هذا الموديل؟ ما احب القياطين. اوكي، دان شوفي غيره. هاي هم حلوه، هاي الموديلات نفس التنوره اللي لابسه. تعال شوفي هاي الفساتين، اكو فساتين هم حلوه. هاي كلش حلوه رمضانيه، هيك شيء واحد يلبسها بالبيت مو شرط رمضان، يعني بالايام العاديه. هاي تنوره. ها اي هاي كلها تنانير. هاي الستره بس الردان مالتها كلش حلوه، شكل حلوه. ايش شاف لهذا المحل؟ مات الالعاب واجا راسا قاعد على باي سياره صغيره. ماما هذيك الحين شوية نفوت وبع الأغنية والهلال. بلشت رمضان. قد حلو منظرهم. عقولة طبيب الماركت، تشوفين شنو عكو؟ كبير كلش كبير. أجواء كلش حلوة بعد الفطور، تجنن بشكل. فطالعين اني ورودينا اليوم وحيدوري ومنتظرين براء تجي، لانه عاجبها هم تستوق شغلات. فجينا اليوم للمنصور، فراح ندخل على كل المحلات نشوف لكم الاجواء. وما شاء الله مثل ما تشوفون ورايا الشارع مزدود هالقد ما عالم وناس جايين يتسوقون ويشترون. صراحه يعني ما تتعوض هاي الاماكن واللحظات والتجمع الناس وشعوركم بالامان، لان مو دائما احنا هيك شيء. والله كل شيء يختلف. علي شلون يتفرج؟ شنو؟ بهارات ما في الجبنات، ما في الجبنات. جبن بس بهارات. بهارات ممكن توصل بس ممكن اسود. اي خلي لها الزبد. عاشت ايدك. استمتعي ها؟ هيدا؟ هيدا. وكان تجينا برا الحلوه كنا بهذا المحل. طبعا انا قاعده اللي ورا وماخذني الواهس عباك تاكسي، لين برا جتني بالصدفه بالشارع وهذا قاعد لي قدام. هذا شنو هذا الحكي؟ هذا ما يصير. امشي انزل، ترى انزل هسه بالازدحام. حبيب خالته هاي. تعال حيدر منا اقمز، خليه ينزلاني. اي عافيه، يلا اقمز.
اقمز شكله قاعده لي ورا شنو بنت الخانم بتو سياره بتو مو يمي دايره بالي هواي دير بالك حيدر اقمز من جوا بسرعه اقمز من جوا بساعة انت ابقى ورا ها شلونك ورا هسه ها شلونك شلون صحتك شلونك معقول اقعد لي ورا شنو خانه والله ما تجلسوقي ديسو زين فهسه شنو هسه راح نطلع نقعد في مكان كلش حلو بالاربع شوارع نغير جو ونشرب لنا قهوه شو شنو شغله اللي اريده مي طشوارات ايش تاكل انت ها نونو باو نونو المفتوحه الدقمه مالته طالعه مالته الصره من الفتحه بعد ربابه قلنا عجبنا البومس والبيتزا دجاج ولحم يلا اكلي صابرين ما اعرف حيدر عافنا وراح حيدر لا صدق صار له هواي اي راح شاف الوضعيه هنا حلوه وراح اي لا كل ساعه يقوم يتمنى عمر الشارع الدرب قام يطلع يفصل كان غرفه جيمنج بس مو هذا عمره ابزشت طب بش اسمه محل مال الالعاب لازم قاعد وين شنو طبعا قاعدين مكان كلش حلو تقريبا ساعه وحده فما اخذنا الواحد السوالف ابد ما يهلنا نرجع للبيت سحرنا هذا سحورنا سحورنا بيتزا وهالسوالف هنا انا عركه قدامي على التحويلات هذا شوفكم شغله هاي خالد سوق سريع ها عكولة خالد سوق سريع كفايتي انتي خالد طالع على بيتل خالد طالع على بيتل بيتل مو سريع بيتل طيارة احنا عندنا مثل هاي اللي عندكم يا هاي شيء صعد فهمو يا منطقتنا احنا بس 30 عادي تمشين بتول 100 وطيرنا يعني بيها تمشي كلش سريع عليها سيارة تطير لازم ناخذ الكيسه قبل ما نطلع عدي اياها لا العلوكي ضاعت السياره اللايتات اقول لك ليش لنا انا حرامات تصرف باتري يوفر معقول مرحبا بك خالد شلونك يوم شلونك عيوني الله يسلمك يرضى عليك الله يخليك ماما جتي على مود السير هذا تعال سال عليك البارحه علي سالت عليك قلت له ما ليش ما جيت شوف هاي قلت لك عليها الجهاز مال مدقوقه بالريم هذا جهاز شنو هذا جهاز المدقوقه بعد جيتي مخصوص ها تاخذ الملابس المدقوقه باي هنا عندنا التمر اي هنا بس نخلي التمر تلقائيا اي راح ينعصر بالضبط تلتقي بهاي راح يطلع النوى هنا عندنا ينزل التمر المثلث من هنا تنزل عندنا هذا النوى بالشغل اضيف له راشي لا اضيف له سمسم محمص اي خلال الشغل سمسم محمص بعدين تفريغ النوى اي خلال تفريغ النوى لان هي عجانه هم بس هذا ما يفيدنا لازم نشوف بعيوننا تشوف بس اجيب لك كيلو وين تمر واجد لا عندي تمر بس مو انا اسوي صوت عالي شي تقصد بتول من قالت هي والولد على هذا المواد عصر بارد العصر بارد العصر بارد اكو مواد عندنا ما الماكينه ما تدوسها الا انطيها درجه حراره شويه عاليه طيب اي اما العصر البارد تكون الحراره من 20 الى 40 اي من 20 درجه الى 40 درجه ينزل دافي بالضبط ينزل زياد دافي حتى الوعث مالته ينزل بيزيت همينه اي بالضبط انا همي انا عصر بارد وحار عندي هذه تظن العصر البارد حتى عاني
هذا قصدي التخمير. لا 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 هو يعصره ويصفي. لا 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 هذا تخمير. اي تخمير وحده. ما راح تاخذين الماده اللي مخمر بيها غير تنعصر الثانيه. اي كنت اظن هذا يعني عده شيء عصره ما يعرضه للماكينه الحراره. لا لازم عندنا هاي الماكينه حراريه هذه اخلي حراره. اي ماده قويه خليها بهذه الماكينه لان فيها حراره. عندنا الماكينه على البارد هذه. هاي ما فيها حراره. هذه ما فيها حراره. دا ادور على الزيت اسمه ريتينوس اويل على الماني بس على العربي ما اعرف اسمه شو. الخروع قصدك. اي زيت الخروع للشعر. كانبات للشعر. اي كلش ممتاز. اي كلش ممتاز للشعر. رودينا طابت بالمجال وتريد تسوي شعرها هلا وعلي راح يسوي لها زيت. قبل راحت بحثت عن رودينا مراوتك طلعت لها الحبوب شافها بالجوجل هسه. انت باحثه؟ ها؟ هي بالجوجل راوتها شنو هاي الزيت فعرفها. اه هسه راح اصور الزيت يعني انا اعرفه شلون لان قاري عليا هو الزيت صنعه بيها كله زين نفس الشعر و باليوتيوب بالجوجل كله يعني طول الشعر. طلب خاص. طلب زيت الخروع. زيت الخروع اي. اوكي فهسه هو شغل لنا الماكينه هنا راح يعصر لك اياها وينطلق اياها فرش. ما ايش تريدين؟ حتى هاي القصيبه بعد شهرين تجين تلقي هي الركب. الحمامه بيضه. شكلها حلو لعبات بيض مع الحمام. والله. وريني شنو هاي الجوزيه. كله العراقي يصير هذا الكبير طاحي. هذا الكبير عراقي. وذاك الثاني هندي. وهذني النعمات. نعمات هندي. حد يريد ياكلهن. من كل زين الشعر لأن لازم تحطوه بس فوق على الجذور. جذور. إيه. يعني الفوت سنال. إيه الجذور صحيح. كل شيء بالأمان. هذا ساعة واحدة يصير. ساعة. بس على الجذور ساعة واحدة فقط ما يصير أكثر من ساعة. شفتي عندي يقول توزعي على الجذور هنا بس لا تحطين شعرك كله. خلي فقط على الجذور وفي عين شتندو ودان سوي له. يعني سوي يعني الهيلينج يصلح بالشعر. يصلح عافية. طول. ويطول الشعر برافو. عندك قوية الحكة؟ بس بهذه المنطقة؟ هاي شنو هاي علي يعني؟ وبهاي الرجل وهنا فوق اثنيناتهم. اي بس حكة عندك ما عندك بس يحكك يعني لا ما متقشر هو بس يضوج من يحك يعني. اي هذه يكون دائما جفاف هيك جفاف صحيح. ننطيه شيء للترطيب ننطيه صابونة جوز الهند مرطبة اللي هي هذه صابونة جوز الهند لازم ما يغسل بأي جل غسول هذه أفضل إلي. هذه أفضل إلي. هاي زبدة هذه زبدة شيا حلوة كلش حلوة هذه الأفريقية الأصلية كلش شغلها حلو. زين شلون أخلي لها خليها من الليل للصبح أي وبعدها يغسل بالصابون عادي هيك شيء هذا يكون شغلها كلش حلو. وين أوقع لك كوكا؟ وين أوقع لك على الخلفية ولا هنا؟ أي لا لا هنا 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 على هاي الجناح مال النسر. يلا راح أقول لك حرف الآر. حرف الآر مال رودينا. شوف هذا بأي مصرف قريب عليك صرفه. خافي شحتوني. خافي شحتوني. رودينا المسكينة إرادتها هي الأسماء. اكتب اكتب اكتب. عينك وانت عينك بوك. هي طلبت أخطية صحيح. اي وهاي الورقة كلش مهمة تشيك هم مالتي. شكرا لك على المحاضرة. شكرا شكرا. مع السلامة. دحنا المصعد حيدوري. هو مفتوح أصلا الباب. كلش حلو. لا يا معود جايش مقصود ميس. والله كلش حلو. اي حلو هذا ويرهم ويا كل شيء. زين سؤال هم شويه يصغر لو لا بالغسل؟ لا لا هذا ما يصغر مو قطني. تملكته شويه مو قطني مو قطني اي بس حلو والله كلش حلو. اوكي هذا راح اخذ واحد من عندك. هو هذا اعتقد مناسب لكل الالوان. اي هذا انا اشوفه حلو. اي حتى ما اتحدث بالوان. ما يوسف شو رأيك؟ اي حلو هيك. يتزخر؟ اكو هذا ستايل ترند تقدرين تحطين سوا بس سردانه طويله. اي ميس اكو اصفر بعد هذا اربعه ما في مو؟ اوفي ايش تسوي؟ لا الاربعه لابسه هي الاصغر بعد. ستايل؟ لا هذا 36 يعني هذا اصغر شيء عندي. هذا اصغر شيء. بعدين احسه كبير لان الحفره ضايعه على الكتف نازله.
اي لازم هيك لا لا اي لا لا كبير علي نشوف ليش اصغر هاي حلوه علي قد لولو اي هو ما طلع هاي شنو والله هاي حلوه ثياب صيفيه اي خصوصا هسه ايام العيد فتشوفون ناس كلش هواي يطلعون يشترون ملابس وهيك شنو لبسكم اي هاي الالوان هم حلوه هاي ستن مو بها هذا اللون الكاوي هيك هاي الالوان هاي اخذنا الاغراض هسه وراح نطلع نكمل شكرا لك شكرا حبيبي شكرا مع السلامه الله يخليك الله يسعدك شكرا هيدا هيدا شوف هذا حلو كيوت اي هذا حلو مال ولد كبير اي ام يم نلبسه وشوف هو يطلع لك قياسه ماما قياسه 35 لا هذا 34 اعتقد على قد رجله ايش قد هذا اللي لابسه هو ايش قد رقمه ماشي بالله خلينا نشوف هذا ايش قد رقمه هذا 23 ما ربينا اشتريت حذاء لازم تشتري حذاء ما تقول مو دائما هاي الاجواء هسه يعني بس على مود العيد وهيك شيء بده يسهرون يعني بده يبقون لحد عيد راس السنه عيد راس السنه هم الناس يطلعون يسهرون برا ويتسوون حلو بالعياد اي يعني بس بالمناسبات يخلص رمضان ياخذونهم جره وبعدين خلاص ترجع الامور طبيعيه عيد الفطر عيد الاضحى راس السنه تصير بها الاشياء حلو ها انا ودي لقينا هذا اذا تشوفين وين مكتوب بوبا اي انت بس باي مكتوب بوبا مو اي ايش قد طيب هذا العصير بيه هيك هذا الاسود مثل بلنجو هذه ليش انت استوقت شي الغراضها بس غراض ماما لا مو هيدس ها قلقين في اس يا هذي جاجمو وهاي شنو الصوص اللي حاطه صوص خاص يعني شنو جزر وهالسوالف ده شو ايه بيها جزر لهانا ها جزر لهانا جزر لهانا حلو جبن بيض حلو بس تعال شيل لنا وراها شاورما هي يعني هاي اللي وراها متلقين بس بدون ما يقطعها لو عين بطاطا اوكي هاي بس لا تريد لا تقطع لهم اياها لان ياخذ بس غير ما تقطعي ايه اصلا ما يكبسها مستر مو لك لا ينكبس بس ما تنقص ها رودينا شنو ما تشي قفول جوعانه قفول لا احلى الاكل الا بالسياره لازم تاكل رودينا بالسياره كل ما نصعد تفكر باللفه تشتري لفه وتصعد السياره شنو أهم شيء هو الأكل خبز اللي معه طبعاً طبعاً الأجواء كلش حلوة هنا مو راح تطلبين حبيت المكان ما أعرف يقولون أكو منيو شو اسمه هذا بوفيه مفتوح الأجواء كلش حلوة هنا والواحد ما يهلا يتسحر ببيته لازم يجي كل يوم عشاء يجي حتى نفسيته تنفتح ثاني يوم ما يجوع نام تعبت برا كبه ونامه هو والله بس دا ننتظر إحنا هي بوفيه جوا مفتوح بس دا ننتظر ال 10 دقائق مو قالوا 10 دقائق وبعدين ننزل ناخذ لكم هيك جوله حلوه تشوفون شنو منزلين وجبات على السحور ورودينا غلبتنا شوفوا رودينا ايش ماكل شنو اخر شيء نزلنا الجوله بدنا نجيب لنا اكل اوكي بس شوفوا الازدحام
كل مره ودينا تجي تاخذ اكل تلقى فارغ. اوكي خلينا نشوف شنو عندهم هنا اكلات. ما شاء الله هو اي ناس جاي يسحرون. ان شاء الله طيب بس بسرعه تخلص بس ان شاء الله حياتهم. هذا الخبز حار هسه اجى شوف انا اقول اشو جيمر ماكو ليش نقول الخبر على الفطور وصبري خلينا نفتيه تعرفوا الولد على السحور الفطور قبل ساعتين وفطور عندهم هنا ايد يقول لك تطلب طلب هم بوفيه الفطور ها لازم تتصل تقول لهم انه انا اريد طلب الفطور هلا لولو جدتي جابت معون حط الشغلات جدتي الله شكرا تروح تسوي لي اليهم هذا معون برو وركي جابت لنا لولو وجابت لنا هذا شو اسمه الطبق الجميل وانا شو جبت حاري هم بالسحور وانا حاره بالحلويات هاي الاجواء الحلوه يا سلام بس الساعه بثلاثة هاي الكبده وجبن سوسج وسلطه ومارتديلا وجبن وفول